فما صراعات بين رئيس النادي وبعض مسؤوليه. ما جاتكش دعوه باش ترجع انت كمدير رياضي في السي اس اس باش تعاون الجروب والجمعيه بالخبره نتاعك؟ هو اللي حاجه متاكد منها، انا وقت اللي خرجت من نادي الصفاقسي معناتها كانت اخر قرار بالنسبه لي انا بالنسبه لموضوع التسيير في الكوره في تونس، معناتها خرجت منه بصفه نهائيه، اني خذيت باي بما فيه الكفايه، معناتها سيرت 13 سنه في نادي الصفاقسي، عملت مجهودات كبيره، حسيت روحي اني وصلت للمستوى اللي يمكن ما عادش نجم نعطي اضافه، وهذاك علاش خيرت باش ننسحب من التسيير، خاطر التسيير مش حاجه سهله، حاجه تعب برشا، تاخذ برشا وقت، تاخذ برشا، وخاصه انا زاد فما حاجه اخرى اللي هي نبداو نتفق فيها ونكون واضح باش ما نعملش نقولوا احنا السياسه. الكوره نتاعي انا الكوره نتاع سي منصف خماخه ماهوش كيف كيف، ما نتفاهموش في الكوره، ما نتفقوش في الكوره، ما عندناش نفس المبادئ، ما عندناش حتى كي كان عارفي كان نائب رئيس معايا وانا كنت مدير رياضي، ما كناش نتفقوا برشا في الشواء التكنيك ولا تكتيك ولا في شواء دي جوار، هو عنده فلسفه خاصه، عنده سنوات يحب يطبقها توا قاعد يطبق فيها، وانا واحد من الناس قلت له معناتها سي منصف وقت اللي تولي رئيس وتحب تطبق الافكار نتاعك، انه اليوم البارتنيريا مع تروازيس، انه اليوم يحب يعمل فيزيون ما بين دوتر كلوب في صفاقس، انه يحب يشرف على نادي صفاقسي وتروازيس او ميم تون باش الملاعبيه ما يلعبوش في سي سي يعطيهم تروازيس، هذه كلها سي ان بروجي اللي يلزمه رئيس يكون عنده ديزوبجيكتيف. انا الحق تعلمت انا وفريق كيما نادي صفاقسي، انا تعلمت ما نجمش نلعب بالتوت، نحب نلعب كان على الالقاب، نحب نكون ديما في البوديوم، نحب نكون ديما موجود في البوديوم. سي منصف يشوف انه بالشبان، بسياسه الشبان، بسياسه انه اليوم اللاعبين الى العقود نتاعهم كلها كبيره ما يكونوش متواجدين في الفريق معناتها بطريقه هذه محترمه، واحنا اليوم نحترم اختياراته، نتفرجوا فيه، قاعد نتبعوا فيه، اليوم ماذا بينا نادي صفاقسي ينجح في المسيره نتاعو، ان شاء الله نتمنى له التوفيق. اليوم تحب تقول لي سي ناصر، تحب تقول لي سياسه منصف خماخ ما تهزش نحو البوديوم؟ هو فلسفه هي نجم يكون انا غلط فيها، نجم يكون فيها صحيح، معناتها ما نجم انا نحكم عليه تهز البوديوم ولا ما تهزش، كان بعد عامين ثلاثه، انا ما نجمش اليوم نقول اللي سياسته هو غلطه، لكن انا نعرف البوديوم يلزم فما توازن، يكون ديما موجود في الفريق، يلزم فما لاعبين شبان وفما لاعبين اللي عندهم تجربه. اليوم انا كي نشوف رامي جريدي ما يلعبش في النادي الصفاقسي، هو احسن حارس في تونس، فماش علاش اليوم ظهر لي بشهاده الناس الكل اليوم رامي جريدي مش موجود في النادي الصفاقسي. علاش؟ انه كانت عنده اصابه، رجع من الاصابه لقى محمد، احنا نفرح ان محمد هادي قعلول من الحراس اللي نامن بهم وعنده امكانيات كبيره برشا، انا نقول لك يمكن محمد هادي قعلول تظلم انه موجود قدام حارس كبير اسمه رامي جريدي، معناتها هذه هي حاجه ثابته ومؤكده، اليوم جاته فرصه باش يلعب في النادي الصفاقسي، المدرب اعطاه فرصه باش يلعب في النادي الصفاقسي، لكن اليوم اللي تعودنا واللي تعلمناه واللي حفظناه انه اليوم نحاولوا باش ندفعوا اكثر ما يمكن من اللاعبين نتاع الفريق نتاعنا باش ننزلوا من المنتخب. اليوم لاعب كيما رامي جريدي اليوم كيما تلقاهش موجود كاساسي باش يتحرم من المشاركه في مع الفريق الوطني، وانه ينجم عنده امكانيه باش يمشي كاس العالم، الحق نتاع ربي توجعني شويه. هذه رساله عتاب لمنصف خباخبا. هو نجم يقول لك منصف خماخ مسي دي شوا، نجم يقول لك انا هذاك مش اختيارتي انا، اختيارات المدرب، لكن اللي انا متاكد مش دي شوا نتاع اللي فما تليفونات مشت المدرب باش يطبق مش تليفونات، فما استراتيجيه يا اخي، فما دي استراتيجيه تتحط بالتشاور مع المدرب، بالطبيعه فما مدربين تقبلها فما مدربين ما يقبلوش. واضح. خرجوا صاحبي سامح ماناش سوجي سياسي بكري سيمون والله يذكر اعطاني فكره حلوه، انا حبيت نقول له اليوم صحيح لوميريت نتاع منصف خماخم انه الشبان اللي موجودين في النادي الصفاقسي معناتها قاعدين يلعبوا خذاو بلايصهم وقاعدين يلعبوا، لكن زاد لوميريت نتاع الهيئه السابقه خاطر الملاعبيه والمنصف خماخم من سوء حظه انه اليوم ما فماش انتدابات في النادي الصفاقسي، هذوما الملاعبيه جاء القام في النادي الصفاقسي ما كانوش موجودين في جمعيه اخرين وجاء القام، معناتها فما عمل قاعدي كان صاير قبل على عمل صغير الهيئه السوريه كي تشوف ندوي وشوات وياسين مرياح وبن علي وسكري وحمزه المثلوثي، هذم كل لاعبين قامت بهم الهيئه السابقه، على خاطر اليوم الناس اللي نساتوا واللي تتناساه ولا الناس تتجاهل، هو احنا عندنا حاجه خايبه في تونس، ما عندناش الثقافه نتاع ان نشكر الشخص اللي كان يخدم قبلنا، نحب مني انا تقرع وين النابغه وين الفيلسوف الكبير نتاع الكوره والناس اللي قبل الكل الاخرين، كان ما فماش ناس خدمت وخليت قاعده نتاع اللاعبين هذوما اللي موجودين اليوم في النادي الصفاقسي
الهيئه المديره اللي سابقه والهيئه اللي سابقه اليوم راسي مسبق ما لقاهمش وما نجمش يوظفهم في الوضع الصعيب هذا اللي هو ممنوع منه من الانتداب. كلمه حق كلمه حق كلمه حق سي منصف سي لطفي عبد الناظر باش نكونوا واضحين، الراجل عطى برشا للسي اس اس، الراجل مسيو القاب كل ما اشرف على رئاسه نادي صفاقسي هز تيترويات هكا ولا سي انا نعطيك معلومه. وبالتالي سامحني عيب باش نقزموا منصف خماخم وناصر البدوي والرجال اللي يخدموا معاهم وعبد المجيد عبد المجيد اللي كان العوني ناس خدمت ناس عطات للسي اس اس. بالتالي رجاء راهو باه التواصل، راهو انا كي نشكر اللي قبلي ماهوش عيب، وانا نعرف اللي بيجي بعدي باش يشكرني. انا شنو نحب نقول لك؟ انا نقول لك سي منصف خماخم حتى وقت اللي خذا عمناه للفريق وترشح به الاولاني في البلاي اوف، معناتها كان لرئيس النادي السابق سيد لطفي عبد الناظر انه الفريق قام بالتربصات في احسن المركبات وفي احسن الوعي، تم انتداب كل اللاعبين، تم خلاص اجور كل اللاعبين، هذا الكل خدمته سي لطفي عبد الناظر اليوم وقت اللي يعمل باساسيون، انه اليوم كرئيس من واجبه باش يسلم الرئيس الاخر يخلي الفريق جاهز بدنيا رياضيا ماديا من على جميع الاصعده. نرجعوا